2 كيلو من الباذنجان، 1 كيلو لحمة عجل مفرومة، بصل مفروم ناعم، راس ثوم، 2 قرن فلفل حار حسب الرغبة، وفلفل حار قليته برضو قلي، 4 حبات بندورة حمراء، 3 معالق صلصة بندورة، ربع كوب زيت زيتون، وبدنا قرفة وهيل وفلفل أسود ومرقة الدجاج الفورية. نوضحن الزيت. أوكي. بجد علي صوتك شوي صغيرة. هلأ وضعنا الزيت الزيتون ربع الكوب، نحط البصلة. أوكي. إذا نقلي البصلة بالزيت. أوكي. شو عملنا أبهجات؟ هلأ بعد ما ضفنا البصلة حطينا التومة والفلفل المفروم. أوكي. إذا بصل وتوم وفلفل مفروم. هلأ منقلبهم شوية. أوكي. نغطيها شوية بس تقلى ونضيف عليها اللحمة والبندورة. أوكي. هلأ خلال الفترة هاي البتنجان هو بنقطعه منقليه، بحط عليه شوية طحين عشان ما يمتص. أكيد. الزيت. هلأ لبين ما يتقلى هون عندي بفرد البتنجان في الصينية. انت أصلا محضرة صلصة لحمة جاهزة. نعم. فإذا انت هلأ بعد البصل والثوم رح تنزل اللحمة وبعدين صلصة البندورة أو البندورة المفرومة ناعم وصلصة البندورة اللي هي رب. نعم البندورة صحيح. فبتصير عنا طبعا أكيد أي صلصة بندورة زي الجاهزة عنا هلأ. إن شاء الله. أوكي أم باشا. هلأ سديمة أنا عندي تقلى البصلة والفلفل والتومة، بدي أضيف لها اللحمة المفرومة وأقلبها، أحط عليها البهارات الناعمة. طيب هلأ قولينا وين وصلنا إحنا. هلأ أنا هيك عند الصينية صارت جاهزة. حطيتي عليها اللحمة مش هيك؟ أنا لأني مجهزة قبل بوقت. أيوة. لدي الوقت بس مش أكتر. فإذا حطينا شرحات البتنجان المقليين. حطيت طبقة من تحت وطبقة من فوق. حطيتي اللحمة بالوسط ورجعتي حطيتي البتنجان. هي تمام. هلأ بدي أدخلها الفرن. أوكي. بسيطة بس هيك. هي لأن أنا مجهزة بس الصوص هلأ بطبقها طبعا قدامها. نفرجيهم باقي الخطوة. طيب يا عزيزتي يا أم بهجات وين وصلنا؟ هلا هيك الصوص عندي جاهز بس عشان اللي بتابعنا يحب يشوف كيف انا. أيوة تمام. الخطوات احنا اصلا خلصنا بس عشان الخطوات الوصفه كامله يعني. ان شاء الله هاي اللحمه هيك بدها تكون حطيت لها صلصه كمان. حطيت صلصه والبهار وال ما بتحطي مي الدجاج. حطي مي. لا هي مي بتنزل بين منها وفيها البندوره. بس شوي صغير اذا احتاجت احط لها شوي. بالضبط. فاذا هلا رح نغطي عليها ونخليها تستوي. شكراً لمتابعتكم وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل إشي جديد.